دي شقة 3 غرف، 177 متر، زاوية بحديقة. عندي ده المدخل، ده هنا الدولاب، عندي هنا ده حمام صغير للضيوف. هبدأ الأول، عندي هنا ده المطبخ، هنا عندي دي الحديقة، هنخرج نشوفها دلوقتي. هاجي بعد كده عندي هنا دي الصالة، الحديقة بتاعتها الزاوية، حدود الحديقة من هنا مطلة على الجبال وعلى الوادي. هنطلع دلوقتي نشوف الغرف. عندي هنا 3 غرف، 2 حمام. عندي هنا ده الحمام، عندي هنا دي غرفة، عندي دي غرفة تانية، هاجي بعد كده دي الغرفة الماستر، فيها طبعا بلكونة، عندي الشباك. دي البلكونة،